نعم نوار، يعني فور استهداف القاعدة الأمريكية، قاعدة فيكتوريا بالقرب من مطار بغداد الدولي في الساعة 3 فجرا بصاروخين من نوع كاتيوشا. استهدفت القاعدة الجوية واحدة يعني أطاحت بالقرب من مطار أو بالقرب من الحاجز الكونكريتي لقاعدة فيكتوريا، والصاروخ الثاني صدته منظومة سيرام الجوية. هنالك إجراءات أمنية مشددة ومكثفة اتخذت على مداخل ومخارج المنطقة الخضراء. طبعا هذه الإجراءات الأمنية المشددة والمكثفة التي اتخذت في طوق المنطقة الخضراء هي اتخذت سابقا لتأمين المنطقة الخضراء منذ بداية البعثات الدبلوماسية، لا جديد على انتشار أمني مكثف في العاصمة بغداد أو في البعثات الدبلوماسية، ولكن بعد تشدد الإجراءات وبعد القصف الذي طال قطاع غزة من الكيان الصهيوني المحتل، هنالك اتخذت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد بالقرب من السفارات والبعثات الدبلوماسية. يعني بعد العملية الاحتجاجية التي قام بها التيار الصدري دعما لفلسطين أرضا وشعبا، كان هنالك إجراءات أمنية بالقرب من السفارة الفرنسية في منطقة الكرادة، وتم تحصين البعثة الدبلوماسية، يعني تم تحصين السفارة الفرنسية بالإضافة للهيئات والبعثات الدبلوماسية والمنشآت العسكرية التابعة للولايات المتحدة والتابعة للاتحاد الأوروبي. فهذه تم تكثيفها بإجراءات أمنية مشددة خوفا إن كنا نقصد على أي عملية احتجاجية تكون بالقرب من هذه السفارات الدبلوماسية، أو ربما خوفا من أي إجراءات أو من أي قصف صاروخي يطال تلك البعثات الدبلوماسية. لا جديد على انتشار الأمن المكثف، ولكن اتخذت تدابير أمنية شديدة لمنع أي عملية احتجاجية أو لمنع أي مصدة، يعني ضربة صاروخية تطال تلك البعثات. طيب مهدي.